خبر مفرح لجميع الرياضيين هو مسألة الخصخصة وقرار كان من مجلس الوزراء باعتماد خصخصة الأندية السعودية. التقرير التالي يبين فيه كل التفاصيل، هو كان مع الزميل عبد الله الرشود، نشوفه سوا. وبعد طول انتظار حانت اللحظة التي انتظرها الكثيرون، وبقرار سيادي من مجلس الوزراء وافق على خصخصة الأندية المشاركة في بطولة الدوري للدرجة الممتازة. هذه الخصخصة التي نادى بها الكثير من الرياضيين منذ فترة ليست بالقصيرة أتت بعد دراسة مفصلة للوضع الحالي للأندية وقراءة في الأوضاع المستقبلية بعد الخصخصة. الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة ثمن هذه الموافقة وأوضح بأنه لن تكون البداية متسرعة، بل ستطبق الخصخصة على بعض الأندية ثم تليها مجموعة أخرى وهكذا. ومما لا شك فيه بأن المشجع البسيط الذي قد لا يريد معرفة تفاصيل تطبيق الخصخصة وماهيتها، لكنه يعرف بمتابعته للدول المحترفة كرويا والتي تقوم أنديتها على ملاك وشركات، بأن ما ستقدم عليه الأندية السعودية بإذن الله سيكون رافد خير على الرياضة السعودية ومفتاح تحول في تاريخنا الرياضي. المطمئن في هذا الجانب بأن من يقف على رأس هرم الهيئة العامة للرياضة هو شخص رياضي اقتصادي متخصص ويفقه كيفية تسيير هذه الأمور، إلى جانب مشاركة كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستثمار إلى جانب وزارة المالية. هذه الكفاءات ستتوحد في مراقبة هذا التحول الكبير في رياضتنا.